وزير التربية والتعليم دكتور ماجد النعيمي، وعندي سؤال حاليا وجهت له السؤال يمكن من ما أدري شهرين أو ذي، ما رد عليه لحد الآن ولا أبدأ استعداد أنه ويعني يواجهنا. أنا ما بسوي دعاية حق وزير ضد وزير، بس حقيقة وزير التربية والتعليم هو من تسبب في تقديم اقتراح بتعديل اللائحة بحيث أنه الأسئلة لا تسقط خلال الأدوار. فبالتالي من حقنا احنا كنواب أن نطالب الحكومة تحديدا أن تنظر في هذا في هذه المسألة وتوجه توبيخ ولا توجه أي شيء، أي إجراء وغير متعاون يعني في النهاية. صالح وزير التربية وجهت له 46 سؤال خلال هذا الفصل، أجاب عليها جميعا. حاليا لدى المجلس الموقر 18 إجابة لم يتم إدراجها على الجدول، فهناك أمور لدى الأمانة العامة والرئاسة يعني هذا يسأل عنها، ولأنا أعتقد أيضا هي قضية ربما هناك أولويات في قضية الإدراج حسب الأقدمية الإجابات والأسئلة، وهذا أمر راجع للمجلس الموقر. بالنسبة لقضية مثل ما تفضل أخي سعادة النائب، قال إن الإجابة وصلتها في ديسمبر، طبعا يناير فبراير، اليوم إحنا في مارس، يعني نتكلم عن قضية شهرين ثلاثة شهور. سعادة الوزير فعلا كان هناك إدراج لسؤاله واعتذر، أولا لظرف صحي مثل ما تشوفوا كل جلسة إخواننا ثلاثة والأربعة من النواب أظروف صحية تعتريهم ولا يحضرون الجلسات، فنفس الأمر كان عند سعادة وزير التربية، ثم أخذ إجازة سنوية لم يعد إلى البحرين للأسبوع الماضي فقط. اليوم تتكلم تقول حالة مرضية، يا أخي الكل يمر بحالة مرضية، ولكن أنا سؤالي من العام الماضي لها السنة سنة كاملة مريض سعادة الوزير وزير تربية، مو معقولة ولا بمنطق. وثاني شيء يوم اللي كان اعتذر عن الجلسة الاستثنائية هو ينشوفه في زيارة ميدانية أو إنه يكون موجود يستقبل مسؤولين في مكتبه، فأين هذا المرض؟ شو المرض اللي خلص في يوم واحد؟